نحن نتحدث هنا عن توافقات تكتيكيه يعني توافقات م. مرحليه ترتبط بتشكيل الحكومه ترتبط بتحالفات ما بعد الانتخابات وليست تحالفات حقيقيه بمعنى تحالفات لديها رؤيه استراتيجيه متفق عليها وبالتالي يمكن من خلال هذه الرؤيه الاستراتيجيه تمرير هذه القوانين لا يعني بمجرد مجيء اي قانون ستظهر الخلافات بشكل مباشر وبالتالي لا تعول على يعني هذه التحالفات يعني كما لا يمكن التعويل على التصريحات او الخطابات التي تتحدث عن تمرير هذا القانون او ذاك يعني على اعطيك على مثال يعني الحديث عن تمرير قانون النفط والغاز هذا عبث لن يمر قانون النفط والغاز مطلقا في هذه الدوره ولا في الدوره القادمه يعني هناك خلافات يعني جوهريه حول قضيه النفط والغاز لا يمكن التوصل إلى تسويات بشأنها. هكذا الأمر بشأن القانون المحكمة الاتحادية. أيضا لا يمكن تمرير قانون المحكمة الاتحادية. القوانين التي ستمر هي نوع على نوعين. القوانين التي يعني هناك اتفاق على ضرورة تمريرها. ليس بسبب مصلحة المواطن. وإنما بسبب مصلحة الأحزاب والفاعلين السياسيين. على سبيل المثال قانون الموازنة. يعني قانون الموازنة دائما ما اسميه قانون الاستثمار في المال العام بمعنى كل الفساد في العراق ياتي ضمن قانون الموازنه ويتم تقنين هذا الفساد عبر قانون الموازنه لهذا هناك نوع من التواطؤ الجماعي على ضروره تمرير قانون الموازنه ولكن لن يلتفت احد الى تغيير مثلا قانون العقوبات يعني قانون العقوبات الذي تم كتابته في زمن دوله شموليه دوله ديكتاتوريه وبالتالي يجب ان يعاد النظر ب 60 او 70% من مواده، لا احد يفكر حتى بهذا الموضوع، لا احد يفكر بالغاء قرارات مجلس قياده الثوره على سبيل المثال يعني ولو راجعت ستكتشف انه ما زالت هناك ترسانه كامله من قرارات مجلس قياده الثوره تستخدم كادوات سياسيه من قبل الفاعلين السياسيين، لهذا يعني لا وجود لشيء اسمه مصلحه المواطن في ذهن الطبقة السياسية العراقية وبالتالي لا لن يمر اي قانون له علاقه بمصلحه الدوله او مصلحه المواطن طيب دكتور. ستمر فقط القوانين التي لها علاقه مباشره بمصالح الاحزاب ومصالح الفاعلين خليني ارجعك دكتور لمساله قانون النفط والغاز اللي حضرتك تنبأت وقلت انه لا راح يمر هالدوره ولا الدوره الجايه الخلافات الجوهريه اللي حضرتك بدك عليها هسه حتى اذا اكو مشاكل او توافقات على فساد او توافقات مثل ما وصفت على على الموازنه زين ليش ما هيك توافقات على هيك قوانين ايضا بس احنا ما ندعو انه تصير توافقات النفط يعني والغاز بس لأن لانه كما قلت لا. هناك خلافات جوهريه م. يعني فيما يتعلق بقانون النفط والغاز هناك خلافات جوهريه حول حول القانون نفسه يعني حول المواد نفسها يعني لو عدت الى الدستور العراقي ستكتشف أن الدستور العراقي في الماده 110 تحدث عن السلطات الحصرية للسلطات الاتحادية ولم يتحدث مطلقا عن النفط والغاز النفط والغاز جاءت في مواد منفصلة بعد هذه المادة وبالتالي هناك رؤيتان لهذه المواد البعض تحديدا هنا اقليم كردستان وبعض المحافظات التي يعني بعض سياسي المحافظات الذين في ذهنهم تشكيل اقاليم في مرحله لاحقه هؤلاء يريدون ان يثبتون حقيقه ان النفط والغاز ليست سلطه حصريه وانما سلطه مشتركه بين الحكومه المركزيه وبين الاقاليم من يقرا مواد المتعلقه بالنفط والغاز سيكتشف انها فعلا تتحدث عن سلطات صلاحيات مشتركه هناك خلاف حول الابار الحاليه والابار غير الحاليه لا وجود لتفسير حول هذا الموضوع طبعا الاداره المشتركه